بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وبعد داود يا شقي ما هي قايها بدن ميل بوتوكتان دونك وحنا كسلام من سلامة إسلامك أوه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامج كيني أدعاء وكلة دوغا برتين تلفزيون كعالمي كالسن تي في وبرنامج كيني برأ صحابة الله سبحانه وتعالى حكرها النقدة وحقالا ببرنامج كي لوضا صاحبك قاليا شيخ أحمد محمد شيخ أحمد رحتور مكسود دوينيو حلقة دي سديدات شيخنا الفاضل فليتفضل مشكورا جزاك الله خير وأحمد بارك الله فيك ما شاء الله وحن ودني صحابك جليلك عثمان بن عفان با ودني حلقة دي شيخ أحمد نقود بيسي وحن سوى قارن أدو كشا كين يسيد القرآن كوش على يقولوا أهل القرآن مركز هالكاس إن شاء الله وحيرو حسوسنا وصو يردن إن يرو آذو معان باتري حلقة دي لمات كيدي وقت قلنا هاي فليتفضل شيخنا الفاضل جزاك الله خير يا أخي الكريم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد أن بارك الله فيك أبو أحمد وسأشكتي وحين ما أردت الاحتيام بنيني تاريخ نوليتك سحابي جليل كها خليف كما أردت دحات ما أردت اللقو مقعابي عثمان معفان رضي الله تعالى عنه وسأشكت السوك لي وحين مريني قيبتي قرآنك وما أردت سيدة ورنو لكتابك إلهي سبحانه وتعالى وحين سأشكتني سحابي جليل كها مر الله علي مركي وحتأني مني الدون كان وكبر حي سبحان الله العظيم قفكم حكمة حسن الخاتمة خاتمة ذو ناكسن ولود أصي إله سبحانه وتعالى أبو بشارية بجنة سقو الدون كان ما أردت يجود كيس سارا هدنا إن إله سبحانه وتعالى أوافجيه أصو كتاب ربي أما كتاب ربنا جميعا إن وقعنت أصو كهيو إن أفتك بحظة أول بحالة ليجي كسو ما أردت داتي وكذا أت كتاب إله سبحانه وتعالى تاريخ الجريدة سنة سمر رمبان هذين الصباح هذا أن حلقة معرفة جارس يندون إن شاء الله تعالى مركز السحابي قنجيل كحوها السحابي مركو نورانا كتابك صاحب له مركو حتى عندي كارين لمشهد سعدي وجودا بين صاحب له كتابك إله سبحانه وتعالى وحكم إذا أقواش اللي قصوا جوريو السحابي قنجيل كأه هذا الله قصوا جوري حق سحوري جري لو طهرت قلوب هذه قلوبنا طاهرة أهان لهيد وقلوب نظيف أهان لهيد كمان درنا لما سمعنا كلام ربنا عز وجل كما درقنين بولي هاي معاني ذا قرآن كا يوحو كجره يوحو كهالله لأن كتاب كان ولالك يا أبو أحمد إلهي قرآن كسوحو كل يهي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحان الله هذه بور دو شيدة لقود الدجين لكتابك إلهي ويكال دعنا الله عبسي سبحان الله عاد قرنا صار رايحين الى هذه الصداتي ما تفسرت بغير لو شيء لكن من هذا كلها اللي يلاقي قلبه وحمد كل حاجه من الحجر ك من كلها هذا صار حالي كو الى هذه الصو هوبريو عبسي يا ولول يا والبهار الى سبحانه وتعالى كقبان ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون الايات حتى وحلو سهوري وحو وانو يعقل قال او يحي ددك ان الى سبحانه وتعالى كعبسوا مركا السحابي كان جليل كان رضي الله تعالى عنه عثمان ابن عفان وحوها قف كتابك إلهي سبحانه وتعالى بل وحوها معلم وين ذاتك حمارة القرآن القرآن كآدو حبسن وآدي آد لوقي ما يكمي دها أبي عبد الرحمن السلمي وحاول لي هاي معلم أولي بكمي دها أرددي سوى ويني تلميدي سمارت معروفك هاي دي ليقاني وحاول لي هاي وحان كا ونوشي قدري أساق إيو مار صحابي كر عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه أما رضي الله تعالى عنهما أجمعين عنهما جميعا وحا وكل لي هاي وصوكسو قرون أيو وحي نوشي قين ولي صحابة الكرام وحن برجلنا بالفيل سيد القرآن حتى أبرنجلين إقابك وسعد الحليهن وحن برجلنا 10 آيات طبعاً آيات ولم كمان تلاب جرين إلا أن أقانو ما فيها من العلم علمك كجره روحي وحب إكهل ليسو ماشي كل عيسو معاني ده ماشي الدلوع ده أسعطه والعمل به إنا كل قنو آيات طبعاً آيات ما أنتو حلقة يا با نقف كتابك إلهي حبسيني هاي وللي وقرآن روب ومع ذلك إلهي سبحانه وتعالى سجدة واحد إنه مرة أسجودين الله أكبر. ما شاء الله وحمرت ولد الصومالي وحي عليه الحمد لله رب العالمين ولقى رؤيه هي لكن ستان تاريخنا نكون انه
dadka xir qofka maartay quraanka ma sha Allah soo baranaya waxa laga yeeyay in dhalinyarada si fudud ku soo barto loox markii loo soo ku soo guuriyo quraankii ayada wax fiican ay taawday in quraanka aan barano laakiin dhalinyaro badan quraanka subcinayso oo ma sha Allah khayr fara badan ay maartay lagu tumay xagga quraanka laakiin ma aan salaad tukanin dhaqanka aan lahayn dhaqanka aan lahayn bal subhanallahi alazim dagaalkii yamaama oo saxaabadu ay ku dhamaadeen gaar ahaan xamalatul quraan quraanka xibsanaa بئس حامل القرآن بإذن الله مركل يرينو علنك أمد عررتان أمد بحثتان بالي رموتاي وحيد وحاهوي مت قرآن حمبارسا وعرر لأن سي وحي كتسنسا ميزانك عليسك قرآنك إله سبحانه وتعالى حقه ده معرتي كلها مركل صحابة الكرام وحي أهدت قرآن كحران معرثون عفان ساس وهدت معرت قرآن كاسنا وحران وله بحتى طبعا أيضا ما نتلاف الجرين إلا إن كو عمل فلنه أغانه وحي كهالليسو معانده ماشي أصعد لو تدبره إلهي كتاب كسنحو كلها كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بل فيري مرغو البوان واحش مربض النوان شيغي قرآن كما يلا أكسو خوفت ماشي بيدعه ذاتك عقل فيري وليتذكر أولو ذاتك عقل أصحيف إله نقل يكواس كتاب إله وكتاب حلي أنزلناه إليك ونبي حدوث جي مباركة بارك يسن محال لو سودجي مركا ليتدبروا اياتي ان قران كان لو تدبروا او لو عبره قاطو او لو وان توبو او وху كان ريبيو اد كهرتيد وху كفرينا اد فرتونتيد ان سبحان الله العظيم يلا غريبك او ما ارتدك امانتا اد موديد اي وحد اركيسا واغي هوري ددكو سومااليدي هوري ددكي هوري الى قراسيو ورحمهم الله جميعا امين يا رب ميت دي متو دون ولالكيو وحال انو ان سو غاري والله غوب جوغها دد ان سبحان الله العظيم الدريمي سيد سد او وين قرانك او دي لب دنتس قبطان اللي هي فاتحه قاضو بل وحال كسا بدي غري ما ارتي ملي ارتي بي عاد كل حديث ولمك بي صالحه تهي او اهل القران يهين وكله وحد لمسه ان قفك لي هي انت قف لنا قف لغا دلي با لي افر فاتحان او در waxa ku tusinaysaa sida quraanka inuu laa waxa shaaniga quraanka meesha gaasna laakiin maanta 114 ana qana ya ka sanay wey Allahu Akbar 114 ana qana ya ka dhageysanay wey 100 mudda laga sheegay markii la yiri faatixana qaado u yiri mid lacag ga dhig buu yiri laana waxa way dadka saasay markii gaartay wey marka kitaabkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu gudbo xaq loo aan u mudana ay aan maalaat istaahilno ama mudana hayba waxa dareemaysaa Nabi Muhammad (NNKH) sallallahu alayhi wasallam kitaabka ilmiisiyay wey Allahu صحابي كلو هدا سو شغني اولي عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه او اها صحابه رجا النبي او دو دو ولي عادق النبي قاد جرى عليه الصلاه والسلام بو حال شيغا مال ما كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول عبد الله يو اقرا علي القران قران ود الاخر مركاس وحي هذا العجيبه اقرا عليك وعليك انزل بل هو حشود حشود كدرت رسولك اله يو ما ادغان قران ود الاخر يا ادغ قران كاله سبحانه وتعالى او جبريل وجود الججي مركز النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول إني أحب أن أسمع من غيري إني أحب أن أسمع من غيري إن دخل كم غلو وأن دغيسته أي أن جعله النبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز النبي فقرأت عليه قرآن ما كنت أخرى في سورة النساء وليبا حتى جئت إلا أن سوقر هركان فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا محليها مركة آيات أسأل كدو الأخير نبي وآيات صوم أسو قاري أي نبي وحير حسبك الآن مركة كجوجي فالتفت إليه نبي قال أقول ليه فإذا عيناه تدرفان نبي عليه الصلاه والسلام يا محل اوني يا مركه النبي عليه الصلاه والسلام حكى المسيني كتابك الى باك المسيني وحو يري الله وحو لي فكورن حتى قف ما ارت ما انت امد والبو مرقاتيده كينو لان ما انت قيمه هو مال شان قد وهي هي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه ما قف والبو ارد سيست هو يدا بدك عرسا كل شيء ولالك بدك عرسا labad isqabta kala arayso dadku arurti arurti baa kala araya xaalad khatiira xaalad ilaahay ku sheegay in ilmuhu yar cirrobayaan ilmaha yariska ah waxa la hooyada xaamilada kulli dumarkana daawanay dareemi karaayo hooyada xaamilada oo garanaysa marka isbitaalka la dhigo oo isbitaalka la geeyo waxa weeyaan cirbad baa lagu dhuftaa kala biso iyo min sida ma aha laakiin xaalada ilmuhu bay dhigaysaa midtan maanta qiyaamaha toos dag
دتكو حمد أين سقان سيهن وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حق الله صعد حق الله يعيا حتى حال يوم نضوي السماء كضي السجل الكتب كما بدأنا حتى نقول كل يغنم والله نعصب الله في الدنيا ماشي أتقن وضد أحد ويجد مرة جبت ماي جرعة وضد كإمام وضدك الله نوع خلاء جو قصن مركب حكي المسيح النبي محمد عليه الصلاة والسلام حكي المسيح آيات كاس ولا يقف مالك كاس أن أمضوا الأوكيان إنه مرقعتي هذه النبي محمد أدي قاعد مرقعتك وتأمر دال عليه الصلاة والسلام نبي مركب كم رجيه وكول ولا يي إنه ما عنده قيامة أمضي يكون نقضه إن بلو حليه أمتي ولا يي هاي إن مركب حتى تدرك استعجالك ولا يي هاي يلا أمضى هذا وحي قد عشان صمين قرر ميز كله حوي إن حتى مركب قيامة له جو صلوات ربي وسلام عليه رحمة الله سكمت هاي أركب الدعاء وحكم بالله يا مرتي ربي أمتي إلهي ومديده إيه مركب أخي العزيز صحابي كان جرير كأه وحوقها قف قرآن كما أرتي صاحب له بل قرآن كحيرا إن ساس أنا قرآن كله بهي هي إلا وحر لو ما أرتي لو فاجست إن أبو أحمد إيه قالوا ما دام القرآن نحتين بني ما دام القرآن نحتين بني أيامها غالية وأيامها وين والله طبعا كان مع الموت ما دام عبادة سوق قلنا صحابة الكرام وحياهن وآخر الحكم إذا حكى ربعهن صومه وقال لي يا لوحان سوق قارني طبعا عجيبة طبعا مالين إلهي سبحانه وتعالى القرآن كيسا كشري والفجر وليال عشر والشفع والوتر وليال عشر ورطة مر والبحاد وقاتها مر الله على ميرشو إلهي القرآن وحكو دارته أما والضحى أما والعصر إلى عصر كيف يكون دارتي برقدي بكون دارتي فجر كيف يكون دارتي مر والبو إلهي ودارته معنى كذا بس إلهي ما بها إنه دارت أناك ما نوبها والله بل حكمت بحكدم هذا الكدم بهذا العرسوي والفجر وليال عشر أيامه وليال عشر إذا ما أرتي من عباس يوم أرتي غير كسي مفصل أنت وبسلف يخلف كي كنت جن وحلقة وذا وطبعا كان دم بإذ الحج طبعا كان هوري ذاك وذا ذي الحج ولا قصة بالله كود ذي الحج إلى طبعا كا لا قصة جارايو ويكون جرتو ما أرتي مالك يوم عرفة ومرك وليال والفجر وليال عشر والشفع والشفع وتر نحيله وحاله شجع وحلقة وضع يوم عرفة عشر كان حلقة وضع ومارة عاشورة أما طبعا ما هنك أسا مارة لقى وضع ما هنك أسا مال مجوين يمال مهم بقى محيس من جري نبي محيي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح أو مارة صحيح البخاري لو كجرو وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ونبي عليه الصلاة كورني ونبي عليه الصلاة لي هاي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام يعني عشر المارتي العشر المارتي عشر ذي الحج مجران عمل السمايو أيامه وزمن كنا بحتر أسكول عسني هاي عمل السمايو مجرو وكخير بضن وإله يقول حق السلقة جعلي هاي حق إله أدبال وقو جعلي هاي أيامها نقف كأنه عمل كمالك وكود دالو صلاة دي سبحان الله هالكاس أنحصو طبعاً كان مع الموضوع حي كل سنين وحي أيامها كلا كل سنين ما حاس قار لو فيري بش رمضان وحي أنا لقيهن بالقيها لي محل لقيه لين بشر رمضان حال لقيه أنا بشر رمضان سنتيد صدق الله بحديد قرآن آخر سيد لكن الحمد لله طبعا كم حتكلم حليسة أنا صدق الله بحكريس صون كم حتكلم حش الفيريا صون كم حتكلم حليسة وحقول إضافة إلى ذلك محوي الحج حج كي والقذني قراءة القرآن أنت صلنا بمركز كل جماعة مركز ما أنت عارفنا رب سبحانه وتعالى يباهي به الملائكة إله الملائكة أوفانية بهك أدوم مدي ده رسمه وده قوله وده مارتي مش مركا لسه مقفك مالك عصومة من حديث أبي قتادة إنه هاي فيلا يا نبي قالوا حكسو ناتي إن دم بيجي لا بس سنة الماضي سنة دي تكتي الماضية يا سنة بعدها لا بس صنو والله في دم بيلا فقفك كله ثوب بحبنا ثوب بحنا نعم مركا وحالك عشان كلام بحنا إن أي أيامها قالقة أي هن ما دام عن صور حق لي صحابي كان جيل كأه إن سدوا عبادة مارتي قلوا لنجرب مرك هذا أصل الله عثمان عفان رضي الله تعالى عنه وانكسر الله بتو إن أيامها أن مارت قالقة ولو أيامها النفط اللي تينا بكبر رجنا يكلم مثلا ونفط والله وأكبر رجنا يوانو وولال وحلاقي يا بس سند كهرة نتكلم ولا إن السند كان ورين الله أكبر وحلاقي يا مثل كمان تقبر يكجلو هذه دبلو وديني لأن قيمه قرن ياي وحولين رب يرجعون إلى هدي بيا لعلي لعلي أعمل صالحا فيما تركت إلى وحنا كيف هذا صحية وحالي قاعد يقوله إنك مركب حالك عربة كو إن وحدد وح أيامها الشرع يكسوس يكتب إن كتابك إلهي لسحي عروت هذا الجمع السيد هو يكالي قرآنك آخرين أبا كالي قرآنك آخرين قيام الليل عباده إلهي بريء توبة كين إلهي وعرر رب سبحانه وتعالى أسكون بهم بهنيو بل تذكر حالك شغل سعيد ما أردت إنه ابن جبير وهم فيها صحابك جيلك رضي الله تعالى عنه وحالك هيا هديب الطبن كان لقله إن
ودتك ما هذا يرنجري أفكو حيرنجري خوف لما هذا يجرين اجتهاد آدي أضرب ولا إيمان جري أدعو لص ساسين أحيان دتك هناك سنة دقيق ودي صنكة صدقة عبادة وخير أنا ما مرك أنك قلت لنا أنت ما كاسب الجوب في ولا ليال والله العظيم والله العظيم حاوي ما المقال ويان لكن أنت فهمي إله نقدره وأنا أنا وهر يعني الله نفنسي ولا ليال إن مرك صحابي كانوا حكلوا كم إذا ولا الكيو قرآن إلهي بستوبتي سن صالحان أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه آياتك في سورة زمر كدوثا في الأيام قلتك إلهك وحصي قلتك هذينك إلهك وتاقل عبسي إلهك عبصانيا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون ولما يرزقناهم ينفقون وسوق لهم نحو أن دقس وصدقات فربضا لي ماذا مرك صاحب قال جليل كه ساس القرآن كأولها صاحب دليله وأدي هذا قلوب ما شاء جزاك الله خير شيخ أحمد نعم ولاك عن قصة شكينا صاحب ضحية لها قبطان وما دام وها خلاف هذه صدحات ضحية له قبطي وما أنت عن أوران كان ضحية لها سوق قبطي محاكمة ده بارك الله فيك وسؤال في عن الله كبارك يا ولالكي ضحية له فربض مو قبطي القرآن كده عن قصة شكينا كوس علية وحياله وقبط حكم إنه جمع القرآن إنه قرآن كجمعية قرآن كان ما أنت منزل كأو حق له نوي ميت من فوق سبع سماوات كنوي ميت صدح مراحل بصوم مرة صدح مراحل بصوم مرة حردك وبعد وقت النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كان نبي ولو وحيودي وآخرني ولقى قرية مرك رجع بحس في دي الصحابة وزيد بن ثابت كبرها وما أنت قرية عثمان عثمان حكم إنه رجع حكى قرية معاوية طيب الناي رجع مرك قرية جري قرآن كان مرك حلو قرية جري مجرين دو ورقها وين قيلة مارت لفيسة لفت قيلة وكلا إيه مارت وليبا مشى يلوق رجري وحلوق رجري وكلا لوح وحلوق رجري وحلوق رجري تمرتا مارت قلفت وين مارت مركي صوب حسو كلا وحيالها صودا أدو ميالها سالوق رجري قرآن كمارك وحيوها مد بحسا حقبو لابتو ذو كجري وحفد السنة وحفد السنة قيمن وغلا قري قرآن كان إلهي بابلان قادن وحفدني إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون وحالك قصة حصلت أيضا عجيب كأه قصة عجيبة ودعضي نين نمكن يهود كم أنت بدون قرآن كوي قانون لكن بحيرة يحرشون الكلمة ماشي أيضا إنا عن موضوع ماشي كوه بون ذاك اللي أحيان أيه وحصو كتاب قرآن يقبتي واللغة العربية تو صقر مسوق سود سيسو كوب مسوق هذا لكن هل أيضا مكتورة مالير مولب أيضا مه وصد حرفوان نكسي ومن يبتغي ومن يبتغي حايدو حلا صحده ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسمين وسقط حيره ومن يبتغي الاسلام دينا غيرك بحي بس انت كليه وقفك الدين دين الاسلام غير سمهن غيرك غير بكسار يكلب حي اسلامك ولا سقط رقم حماله الشيخ ما رت حالي كتابك كتابك مركي ولا غبت حالي كتابك غلطيه لان غيرك مغل وما واله كله قفك الدين انا الدين دينك لك دين اذا اخ والله اقبل مايو أصلاً نحن لا يقفك الدين إسلامك الدين كديكتو وحلاق أقبله ماي معنيه بالسؤال قفك الدين إسلامك الدين كديكتو وحلاق أقبله يو ما لهم كده لكن ما حد عاي مركب أصلاً قلدمه مركب القرآن كان إلهي لابت وحكوا حب جديد هذا الصومار سبحان الله مر عن فيلان تجي يعني شيخ كل أدب ولي برجع مركز كويني مارس فيلان كذا لكم يدوي الكيسي ورجع مع صوبة تحنكا وفي طوال صاروا كيرا هدوك وانت تقشعروا منه جلود الذين نغنسوا والله ساسوك حمارة الصومالي قولي وكو أمانين قرانك إلما يرى طوال سنجيرا ذاك ساسة دوال سنجيرا قرانك حبسن مركا صحابة الكرام قرانك ركبان باحب السنة وحكم أوي بن كعبا كمدها عبد الله بن سعود كمدها وهلو مجرر ركف دورة مركا ساسو لابت أوجر ومرحادك وبادوان مرحادة الثاني وحيد عهدقي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مركا وقتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمر بقوي بيت عمر روحه قف ذكية وصوشة أدوا عرق سدير ميلا فدير روح كفكيره عمر بقى حكويري يا أمير المؤمنين أرن بقى إيه مقتويري هاي وحجيري هاجي حمارة القرآن القرآن كان حبسنا أنتو دي بقى أنتو دي بنا وين لعذين وين دنتين وشهيدين شو هذا النقدين ده قالك يقولي بقى مركي لا تدري مسلمة الكذاب نينك دير نبي نمد الشكتي وحرب يمام اللي يراه ذو يهرب بنا كل دنتين وأن صلاة هذا كان شجع مش كسر قاتو ويو بيس حامل ممكن ده هين بقى marka talo wuxuu soo jeediyay u leeyahay miyeysan habooneyn in quraanka la jamciyo amr qadaab baale ha oo la aruriyo marka quraan mid ka marka umar xoga marka uu saayiray oo bakr xoga marka uu ka biyadiiday dadku waa kala arag duwan karaan sax wuxuu yiri waa hadal fiican laakiin buu yiri nabi maxamed markuu joogay dadku wuxuu ahaa oo bakr qof talaabo walba qaadayo inuu nabi kaga daydo
صلوات الله وسلام عليه حتى الصحابة حي قارين نبي سوش اللي سنجري ممكن تماشى لسنين ليش وتشتمها قدوه ها قدوه نبع قدوه أنا كنا نويه لكن أنا كمان توح الوصونا لين وعوين قعنت بدعو كعبية وحب البوس مين يا قركب الله حيرة يا وهلو مجر وحيا لف ربضا أو سنة ده وحن كذي قلنا واحد سكعة لقفي فيه سنة النبي لا أتكي وشيخ لأن كل ما سنة النبي كلكت من قفك سنة النبي كل جاء وحب ما أنت خير مع النبي نقول يعني النبي عليه السلام وأصلي النبي لما أحيا سنتي كان معي مع قفك السنة ذي نوليا وحنا قلنا معي في الجنة صميم حزق معي وكما قال عليه السلام والسلام مدام فقدر تشيل كان ما أنت نعم برنامج كده هرمادي كقصة حلي وحد يعني كرت إنه ننقاله وما أنت نبى حبكو لبستو حبكو نركو قشادو حبكو تمه أوشن ليستو حبكو حلو حتى قارقود هذا وضع كيس مر قارقود هبلزيني وحب على قدر يا مقعيسي يا محمديني نعم مقعيدا وحكيم هذا مركر ومقعي قال لي لكن وحاسي يجي نقم شعير كاس هذا كرة كذا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير قلت وارنو سنة إن لقى عرّة عتكم إذا حتى مقعي نوي لقى عرّة يا نعم مقعي ولا مهاب كله ومحمد وياه مها يقعد بعيد مهديني مهاي ومقعي النبي عليه الصلاة والسلام قلت وحان لي هاي رحمه الله رحمة واسعة نينك فريان كأها محمد علي ها وحودي ذي إن سبحان الله برفيري وقت وجو وقت عجيب أهيد ضد كمان تا فنانين تا أما كوا عياره أما كوا بودو يا مقع النبي وات هذا أنا كحشان أيو النبي على ها مهوا لي هذا مهائي مقعد ذا قرن أيو وقاعد كوا إن كعانسن مركي إلهي سبحانه وتعالى هم وشجعين أي نب كنا قطعي كرم وشجع مقع النبي إن جعليهن إلهي كربو وقاضي إلهي كربو وقاضي أو من قفك وليبا إلهي درتي وحوجتها من ترك شيئا قف إلى وقتك إلهي درتي واحد عوضه الله إلهي حبوب بدو خير بدن نيكا محمد سمي هذا حكوا صحصتي كلمات عجيب كه ما قع سوى تاريخ قرن وحنا شيء ما محودي ذي ما قع النبي محمد إنه كل رديه مركو حلا سمين والله والله فراش يجري قف ما يسمعش قرن ما يجري بل إلهي وعزي قف كمرك مبدأ وليه يا عقيدة الله سمي حدقتن وحال أنت كر لو قال وحنا ما قع سل وقول نجي من الصراع مقاعيد هوس يكون قرآن نوع بابين إلى يوم من هذا ما يسمى دقيه لأن عقيدة إنك وما أنت ومبدئ سكوا عديست مرك مقع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرف بينه تاعي أتك باقيين إلهك عبد سلام علينا إن مدة لبعض مرك من هذا وحمر وقتي أحد يجي أبو بكر الزغر رضي الله تعالى عنه وحق ويري مرك عمر بضل شكستين عمر بحوي رجي حملة القرآن ويا بابين ولا لو مية سنة حبوني إن معرض القرآن كان بل أن أنتو سن المعرض تي دوجو إن عنك جارنا نعم مركز أبوك أقبلي ما حاط لي مركز وحال إسكو وافقي إن رجع قرآن كي يقان ولبا خاصة سحابي الجليل كأهل النبي كقول الجليل كاتب الوحي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه رأى أنصارها إنه يرى ولبا يروه ولبا أد يروه دادي سبحان قياس هذا أنا قلدرين لبعضن إكو لا سجري سحابي الجليل رضي الله تعالى عنه مركي وما أركتي سبحان الله لا يمد أولي بأصوي يابن وحأوي يرى أو بكر بأوي يري هل كان عمر وافريه قف صد حد أصوي وحلي محا ما أنت جرو وعلوسته لا أنا وأنا علوسته حقيقة حال يوم لقيس النبي عليه الصلاة والسلام صاحبك أولي بجارك وكتابك قرج الإلهي بعدك كلام ربنا ما أنت شقان كودرينا محيطه أنت أرتح بسنين مالك قر أنت أربع سنين كين قف والبو قرآن كحفص آياته يقان يمشي يقان سوقه دتك ولي بس ها ولي بكن حفظ سنة دوري أنا شرعي أنا حفظ سنة والسوق كمان إياه متكلوا شنتي أصي قاني يا سنة أصي يستغي آخر ما ليت هذا هذا إيه ولا كمان إياه لأن كتابك هو كتاب أسطوري إن هل كسر كفاية سنة أنا وأنا آخر يبي بالله ذقير كود وحيلها نيو تيستمنت إي أول تيستمنت وحيله كله قرآن ولا بدله صب شوف سنة البوحي على نص عندك كتاب القرآن كمان تدا تشين تكت كتاب سيسي وان هذا ملك لا تكت أي كلا كي متك يا كينيا يوغندا يمتك يا لمريكا وكل دوي سيبه وكل غر وأنا الواحد حاوي سال الواحد على قدر ياوي كلامك إله ساس إله وحده سبحان الله إله وأنا أقوم حسن سبحانه وتعالى إنه كتابك إنه وحده ديو كجمع هذا لنا جل وعلا مركا ساس مركا النقطي وهو ده ذلك وحولي هي زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه والله هو يري مركا حلك إساريين وهم بقوا يأذن وعصي وحن كجع لاب إني إلى هذا بورت وين أحد مارت إني إلى هذا مربع نجح سارح ما لين بحبط سوقات إلا كذا مينيس لأن الشغل اللي يدري الشغل هذا شغل علوس هايت قرآن لكن بفضل الله ورحمته إلهي يبتلى صارت حقي مجال وجوه هذه حمارة القرآن والصواب وضقت أخرية وكم قراء كتابك أصواب ورقتك وقرآن أيو كان مرك عمر وقت أبو بكر حصل ورقال وقرآن مركو أنت أبو بكر ورقتي وحكوري جي
عمر بن الخطاب عمرنا وكسي ورجي قبل إيسى حفصة أهيد رضي الله تعالى عنها قبل إيسى حفصة مركز مركز مرحاز دحان أصعواتنا وعثمان وقت عثمان رضي الله تعالى عنه كتاب كإلهي سبحانه وتعالى أرن بعد عظيم أرن غريبة وعصب ومركز كعصبيت لأن إسلام كباف في ذي ميل البوغاري مصر إلى تونس أفريقيا كذا صو غاري يوروب بوغالي نعم أذربيجان من حيث أفغانستان روش كان يمرها صودان صار صودح تباحي روما وان مركب إسلام كم ماشى صو مكوفة ذي دتكو مركب واحد وقتها مركب نم على هلا نقصان تدل له نم أول بوت ما أدو نقصان تدل له رجع الصحابة القرآن كي يقاني نم يلبو كدعي والله كلا إحنا ما جوا البسك هذا أهل الشام وكله ورجل الشام مركز إمارة الجوجو كله وحا الأخرني قردي أبي ابن كعب عراقنا في أخرني قردي صاحبي جيلك أو صوشي عبد الله بن سعود بتكلم أبو موسى الأشعري مركز قراءات قرآن كان حكوسه دق سب إمارة سيد عاد أصدق لكن وحلو أخرين كريي وقت ينبع على سبعة أحرف حليرات ده لك قراءات وي لكن القرآن كان سي ندعم سب حكوسه دقوي مركز وحاد على سكوفانيت ري الشام إيه ريع العراق إيه لأن نكهة كاس حسن يقبلها صحي يمد هذا صحي بل هير وحي كان فتنة إيمادو أول إسقالي سيب يا سمعني مرك تذكر بحاول مركز دين تقدالك سوق قال تذكر قران كبرت أنا قاعد أقول أول عصبيين أدو سك السواعات يعني كنت راح تجينه في أرن كاس صباح اللي هذا نعم صدق وآخر هذا نعم كل دوانا شاف رسك هل كاس أنجيل عيو تدب عليا أنا أول قران كان كل دوانا أنجيل وأنا عضيع في عنا قرانك معني اسمه بدن قعد بدلك أنا ماله بل وحلو السدي وأسل السدي لكن وحلو كله بدنا قردة سألك بحنا أمرك إلى سورة مار يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صباح قرأت ورشة تعمل إياه فتثبتوا شيخ فيري أمرك ساسك فتبينوا إيه فتثبتوا هذا أنا قلدرين أنا قرأت كما أغنيه إنما يشكو في عيال وتعطي وحكو كان دويه في الأخير أنا فتبينوا كبرت وحفصة أنا كنت أمرك فتبينوا داس إيه فتثبتوا معنى هن عربي واسم واسكوب سوي ها كلام سوي صح سوى كله مالك يوم الدين صح إيه ملك يوم الدين واسكو معنو صح شوف ما هي سورة سوى كله سورة عدنا قلدنين سورة أحزاب آخر كذا إله سبحانه وتعالى وياه الذين آمن لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله ما قالوا كان عند الله وجهه ياه الذين وحنفلي أيدي مرك آخر كسورة أحزاب كجرتي عدنا دب أصي لابتوب كثيرة يكسو ورشة كتاه لكن كبيرة وي كل قراضه يفهمه يعني مشان أصعده مرة كثيرة هي كبيرة ووين يبضوي واسق معنو بمعنى واحد وي مرة ساس وكلاء أي قرآن كوفيقها قرآن معنيه اسق مدي هاي لكن واحد لوكال قد سنة وحي هاي أخرنت قراءات كوي مرة إن الله على الذين كفروا مرة المهم يعني يندب أصو نقض قرآن كوعجيب قرآن كهان صباحية مرة المهم ولا كي قاعليو ساس ومرة ساس مرحلة أي قرآن كصومري، مركب ماشى أصعد حاوي وحياله وكهر مري ودين تان وقبط بان ويدسمه تاني عثمان رضي الله تعالى قرآن كصو نظامي، أنت كجمهر مركب سو نظامي، مركب ساس أركي سحابي دليل الأذان حذيفة ابن يمان رضي الله تعالى عنه ودرف كعراق جوي ولي رجل دولان كوصف صفقة رجوجري أي وحوي مد شام ضد كيو كرتك تجب وأرك وكتاب كيله نسكويست والله قال السينا يا قال لي سلمي ولا دخلت الاسكال بحي نعم حاله خطيره ايتها هي رضي الله تعالى عنه وحو ام قضي وحو دبسني مسلمين تدباتن كل حد عاد الله اكبر اسلم مركب وسعر هي مدينه يمين هي مركب مدينه يمين بوحو اسلم مركب السعود الاستاغي امير المؤمنين نعم عثمان بن عفان وهذا العجيب كبير ادرك لهذا امه كان قارب يري ادرك الامه امه لا قالوا قبل ان تختلف سيس خلافين سيسكو خلافين يهودي نصارى كتاب سيسكو خلافين صح إننا نصارى نحن ما أرتع الإله النهاية هذا لا إنه إلا إمادين صح لمن كان سيسكو خلافين كتاب كإلهي أنا سكو خلاف هلا جارو وبعد عي أهرين كبو وقيا حمرك السلام مركب عمر عثمان عفان رضي الله تلو كل رقاقي وحقوق تجي رجي ووينا لصحاب ضها وقضاد مركز ما أرتع أول بداروين أول شيء أول ما عندوناي أيو تلو ديست وحين ما حتلاه وحال اسكو اتفاقي بعد مشورة وضطش كده بحيسكو وافقين إن كتابك وهرت واحد قراءاتك إلا أروريه ولا سكان هالقراءة الله سكو كان صح هالقراءة سكو كان ولبا أنت كلنا لجوه جوبه لبا أنت هيأني قبتان دب كوشدان قراءة ومركز الودجينا
qoladan maanta musxaf kan uu ku qoray hay ee maarta rasmi uthmaniya oo maanta xafsa qoladan ma dadka inta badan ee musxafka caadi ku qoro hadaan haysano taas ay ittifaaq lagu wada noqday een wali wuxuu u sameeyay rag dhowra ilaa 12 waa la gaarsay sidii aniga intan hubo afar bay maaragtay la soo guuriyaa oo loo xil saaray hawshan loo xil saaray een markii hore dalab uu dirsaday xafsa loo tagay radiyallahu ta'ala anha maadaama ay haysay iyadu صح رضي الله تعالى عنها وعلى قصو قاضي انت هيس وحالي ولي وكوسو علنا بلما لقى قاضي سان كاقا قاضنا كوسو علنا وعلى قاضي وعلى كوبيي وعلى قوري كدبنا في عندي ذلك علي رق دور أفره يا ومقهرس مقعاس مركز مقعابي أمير كمؤمن انت رضي الله تعالى عنه عثمان ابن عفان وحاود مقعاب زيد بن ثابت ونين لما هورانا وكتاب كاتب الوحي اها كو وحوك له مقعابي عبد الله بن الزبير وحوك له مقعابي سعيد بن عاصم فيليا اي عبد الرحمن ابن حارث ابن هاشم أفر ها أفر نمويا صح إن قارب حكود دران ابن عباس المهم سك السبعة تهرج على دورك يا عبد الله مسعود يهرج بقى الله قدره هذا سك السبعة أفر تاس عفوا صح أفر تاس ما أرد رجع بالله معاوي ولي بحالي يري ها قرو زيد قرانك أصلا ما ندمو وحوري وقر جري قرب علي سعيد بن عاصم حالي يري صح عبد الله بن الزبير يا عبد الرحمن ابن حارث ابن هاشم وحالي أدين كنا العليا oo la socdo meesha xumarayaan ma ee inta waxa u sii dheereed hadda wax isku khilaaftaan bil aadanku sax qirada muuta madam qiraadku kala badiyihin ha loo celiyo luqadii quraanka ugu soo dogo maxay ta quraash sax sadax daanina waa quraash kaligis baan saarka ah saxaabigaana zayd ibn thabit yak ansaarka laakiin in caadil maarta ragalan duudal rag maarta waxay caadilina oo maarta cadliga iyo maarta diinta ilaah subhanahu wa ta'ala wax badan u qabtay marka saas uu quraanka xayalaha uu qabtay iyo ku ururay kamid tahay waxyaalaha uu qabtay ku sii daraya marka oo islaamka uu ku sii markuu islaamka qabtay lacagtii mushaarka la qaadan jiray 100 buu saaydii askartii qof walba ciidankii barra 100 buu ugu daray wuxuu kala sameeyay dumarkii nabiga cali iska dhintay laba uga dhigay uu laba laabay wax walba markaas uu bixiyay laba ka bixiyay een ilmaha yarka ah lacagtan la qaato cuniga markuu dhasho oo uu laba laabay waxyaalaha fara badan nin diiqsi buu ahaa wal farkan maanta urbaha lagu nool yahay kala baxayaan waxaas dadkaasi ahaayeen markuu waxyaalaha fara badan ayuu islaamkan ku soo biiriyay xataa daartan maartay maxkamada maxkamada islaamiga maartay qudada liiraahda qofkii ugu horeeyay dhisu ahaa oo misaalka markuu wax lagu kala xukumi jiray waxyaalo uu qabto maxkamada ahayd misaalka nabiga inuu weynayo balaariyo oo markaas waliba xaalay lacagsi ku dhis lacagtu asaga lahaa jeebkiisu ku dhis laana waxaa maqlu yahay xadiiska nabiga cali sallallahu alayhi wasallam bana qofkii ilaahay darti guri u dhisa ilaahay beed buu jannada u dhisa markuu waxa qof saas oo la yimid oo deeqsi ah oo gacan furan oo ilaahay subxaana wa taala xaggiisa maaratay khayr fara badan geystay saxaabiga jaliilka ah maasha allah jazakallahu khayr sheekh axmed barakallahu fiik waxaan insha allah rabaa inaad qisadii ay ku dhacday iyo say u dhacday baycatu ridwaan inaad noo gudmartid insha allah barakallahu fiik qisada baycatu ridwaan suuratu inaa fatah baa qayb kamid ah een ka hadlayso oo deyaan lagu soo qaataa baycatu ridwaan say ku timid horta waxay ahayd xudaybiya kadib sulh xudaybiya isku bedeshay waxay ku timid nabiga markii uu damcay inuu maka ay tagaan soo cumraysa saxaabatu lkiraam oo marka ergou dirsaday nabiga nimanka dagaal baa ka dhexeeyay mogtahay nabiga marka ergou dirsaday uu leeyahay naga hormara ergada marka wuxuu hogaamiyey uga dhigay weliba cuhmaan ibn cafaan iyo rag dhowr uu diray markay magaalada maka galeen oo doonaya inay soo cumraystaan ba isla markiiba nimankii waa isbedeleen gaaladii meeshkaa joogtay waxay dhegays wax soo galay maxamed walaa cid kale albaabada inay bixirteen wadadii loo soo mareen waa diideen wax soo galay maleh bal waxay adiga hadda u baahan tahay iska cumrayso ama danta hadada gudo cumar cuhmaan waa diide bal nabiga saasuu isoo furay ergaan ahay warqada waxaan idin wadaaya inaan soo galnano ogolaado waa diideen marka markii baa war baa fakaday marka been fakantay waxay dhihi jireen waa baash waxay marta war wuxuu noqday lakiin aad cajiib u ah waxtaa saxaabada gaaray qur-aan beeninaya markaa ma soo degin isla markiiba suuqa waxaa gashay in la dilay cuhmaan ibn cafaan dhaqanka xataa muslimiin gaalada xataa dhaqan baa u yaalla qofka ergada ah ee ka socda dhinac kale si kastuu inaan la dilin dhaqani lahaayeen aad na wanaagsan bilxaqiiqa marka waxay noqotay waxa laga carooday nebiga waxaa soo gaartay calayhi salaatu wasalaam in la dilay cuhmaan ibn cafaan nebiga aad buu carooday marka wuxuu yidhi saxaabadu waxay kun iyo afar boqol kun iyo afartan boqol buu yidhi maanta yaa ila baayactamayo waayaa ila gelayo inaan dagaalano oo sabir adkays laana haddiiba nagala laayay raggii aan dirsanay war nooma yaal berri anakana lagumaadaya fadhi ma yaala yaa dagaalamay kun iyo afar boqol wey saxaabadu raggii dhan baa gacmaha taagay mabaayac gacantuu nabiga taagay yaa gacantaa igula baayacyanay ayad quraan
مركا كوني أفرتات بقلبه إلهي رالي بك النقض القرآن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إنما يبايعون الله صبحهم يد الله فوق أيديهم قعنت يقولوا بايعون يا هرت كوي حالي روحي لا بايعون وإلهي أدق معه إلهي نقعنت وكسي كرس علشان وحاول إلهي قاتوي بل القرآن إلهي كسي أمانة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الله أكبر القرآن كسوم معي في الشيخ إلهي سبحانه وتعالى رقاص وحو الشيء قال لك نقض كو وحاك ولا مشى وش جيت كل ورب الله تحت الشجرة إلهي تزكية ساري واستام كونفام أقول فانا جارنتي له فعلم ما في إنه قلبه وذا نظيفها قلبه وذا إنه نظيف إلهي هذا بصور نقض وحين تصير داري عثمان عفوا ما دام وكم غنى مش نبي حير قعدت عثمان واتنا مفير عثمان وكم غنى بقول نبي قصان وإلا بعد قعدت سنة واتنا كجرا وين كم غنى وين ما كرت بيعت رضوان شكله وين دار دوكم صلاة عثمان كده مهشيس بالله كلام قليل صحابين اللقى قال وين شكله لكن كنت تحتاج معي إن سنة اللقى قال هذا صدح مالنا سنة كم سنة كده بقينا إمادان صدح مالنا يجوا كده مركب شكله وين دارين ولا مهشيس قرار هذا قراره من اللي يقفكم مسلم كه وحال كان نجا صومره نقصوا عليا كي حق كان نقصوا قالوا أبو أنا كما أرد حق أنا حقين السؤال نقصوا عليا ده هذا الله هو قاعد مركز أوكا كان مركز ساسي أهيان صحابة الكرام رضوان الله عليهم ساسي كل أعلان كوضع بيعة رضوان وصحابي كان جليل كأه إيه ما أرد قدر تميت ما شاء الله جزاك الله خير ولا ليال برنامج كيني برودين صحابة أهيان كتشرنا أولي إن شاء الله خلطك تلافن قوي دي فريه ولا الله إن شاء الله بارك الله فيك جزاك الله خير الشيخ حمد نعم عثمان بن عفان حلو مثل الصحابة إنه كمدها إذا الصحابة لما بقى يرق ديقسين وناكسنا هايين ديقسين مديسي رضي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ديقس بوها نعم واللي بدي يقسم نمدو مرك إلهي درتك هاقش نعم. واللي بح صح ما أنتو حرقة وقولها أنتي بدن له لكن قعان أدك لكن هدوء قال الله وحب بحيني وحوين وي صحابي قان وحقاد له وحسوسته غزوة التبوك جيش العسرة دقال دولان كي تبوك واللي بعد عيدا كي جيش العسرة حلقوا مع لبكوا بحال المسلمين صدح بقول أكون مين نبع في لا أنا دانا قلدانين أنا أهين عددكم فربنا وحنا الإسلام هاي دولت فنجرانيس كلام جرت نبي محمد وهذا جرانيسا نبي أدي محمد أبو بحدو إله قام أهر صدوه مركبه هلي لكن إله سبحانه وتعالى نبي يسوي توبري توبر بك قادني نبي جمرك صحابه كده حستاج ورمانتي وحلا بحيه ما إله درتي إله درتي يوم رمانتي وحلا بحيه أول بحول يقفك ما أنت من جهز قفك طبعا تابية عيدا كان وله الجنة روايتك ويغفر الله له إله ودم الأفا ما أنت قفك عيدا كان يجي ولا وريجا طبعا تابين تودي إله جن ومارت وبلن قاضي ما يشوف حالي حتى ترتم ما كدعي نسوي الحين صحاب الأحذية خير كله ترتم يا ها ما شاء الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر بترتمي عمر ما أنت حير وهاي وبكر وحو هاي وبحنجر 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 ما أنت حفظ السلام هاي ما دام النبي وقعد يسمي ذقنا ها وحو هاي وبحل هاي ما أنت كده عليه وأوصلنا قاعد مرك حاسك سوتي بلك ودع ودي ما أنت وانا هاي سابرنا إنا محاربة نبى على ترتمية حقلت ترتمية فلا تنافس وتنافس وجنوا عرضها كعرض السماء والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسله مركا يلما تغير آيات كلا مركا جناس الله كالعر ياوي سبحان الله العظيم مركا ميشي يمت أيو النبي عليه الصلاة والسلام حاسس سورة أنت بحبير محايسة يقولوا يالي أيو كالباري كسو قاد الله بقول لكم باتهل بقول لنا عدة بكري يمت بقول لنا سوقات بقول لنا سوقات نسو مالي هو بكاسو النبي هوري الله بكاسو النبي يا رسول الله ما أنت بحبير ما دام أتري هلا يسفرته قرب استاقة واكنا بيروح نهي بكاسو هي حاد ودا وحير غريب وحيالي انس كودان ودا انت بركيت به ودا بركي كلا غريب مالك بركي سدن ودا مالك يغو دن تان كلا بر اني عرفت او يمدو دي بركودي ما هي بركي كلا ومانت كيد لو دغن لها واكن وايكن ابو بكر بعدنا سو قال الله والله ترتميا مركو سو دخ استاغ وحيري هي روبك لاي محاد سيدا ادغنا رسولك الهي وحان سيدا ويري مالك يغو دن وح ان غري كغا يمد الله اكبر مالك ومالك وقلنك أودوي عمر ومالك يقول والله أنا ما أنت حكدم يا كرات ارتين بيقول ما أنت أسلاك كده يا ريه لكن ما أنت كده يا ريس مالك إنه ما كان مالك مركب مالك أس عجيب كصحابه يكون ترتمين عثمان عثمان وحكم وجي وعذار وين نبي قرط قعدت وتاج وحول بقول بكم بالله والله بقول صدق بقول سوء ذي سجال بقول أفرتن سجال بقول أفرتن رتي يوسو استعجيب الله أكبر ولي برتي مركب كله يمتقنا ووحول بقولن
ضعيف مكاس ومارد حرق ولوجودي أو دمين مكاس سو تيري كون دينار وكاشنا واكينا حتى هاي نبي مكاس وجدي العقد مكاس ما فعل هذا كود ما ضر عثمان ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم ما عمل بعد أكثر ما قال عليه الصلاة والسلام وحن عثمان دم بس ما يمانطح كدم بيه وحبان الأوميس وعلشان نوح ولي بحال أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن صحابي قال جلق عليه سبحان الله هذا العجيبة وحليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أدعيني يا مغلي أولي إلهيو إلهيو رالي بان كن نقض عثمان رالي كن نقض مقاس حول أنا جراعي وجبت حيث الله دعاس هو عنا الله هيدا لأنه والله ما صيري شيخ عمد حريسك السلام عليكم وقد كتلافنك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ولا المقع عايز ماشي نقص العيسى ولا الماما سوماليت باهلن تنبكاس وحياة قصوا دول الماما سوماليت ولا السؤال ده والشيخ هنا ويديو خير الله سيئ سؤال برنامج شو قصاب سمياء ها ديني هاي صوت دولا قفك الصلاة الصبح وقتك تدنبقي سمحوية قفك الصلاة الصبح قتك تدنبقي سمحوية هاي على الصلاة الصبح ضعيف كنقطه ضعيف كنقطه عبارك وضعيف في عمل عم ضعيف محق وده ولا عم حوي وقت هذا ما تكون مياه بسبب تكذبة وقت مية تكتز هردو ما كان كسر كعك بعد تكتز ها أوكي أنا وقت هذا أنا إن شاء الله شيخ وكان كتشو بارك الله فيك سك الله خير وما سنتها شيخ ولا شو سؤال شو دومين أرتا إن فتاوى برنامج كنا كعذر دارنا إنه ما أها برنامج فتاوين كوب حنه ومسألة والبنك جواب لأن إن وحول بحليه مجال كذي مقام كذي إن وحنكشف إن صحابة لكن ما دام السؤال إسكا ولاش أنا ذي نويدي سي أرتا صار هذا السؤال صار عجيبة إن نبي إنه حليه عليه الصلاة والسلام علامات المنافقين تلوجرت وحكم إذا حكوا علص صلاة الصبح صلاة العشاء صلاة الصبح شأن الجوني لذا ولو قف كاتو جماعة كنت كذا النبي حليه فهو في ذمة الله وحكوا جرام مجنت إله سبحانه وتعالى وأوربه النتاس إنه مجنت إله سبحانه وتعالى إنه قفك قال هذا دوني أتقبل هذا المعنى أتقبل هذا قفك مركو هبينك استحضر الشيطان بس ده جنتي وموت كحرت مركو كعو يراد حليه عاو هبين درب بس أوكادي أنت استحضر كنت مسكفر كلا كو مركو سو استعج قفك وما ولو أتكلم قف الاستو كذب ويسيستو مركو صلاة أقع أكل فرنايا لكن قف نبغى في رجع شدنا بقى رجع كاتش قف كمان تدو دو تص صحي قاب ولي بقيام في رمضان أنا قام إذا ما أنت صلاة الصبح ولا ومحق إذا لمسي والله لمسي بل كور إن منافق لقوت المام صلاة الصبح والصلاة منافقين تكوع لك سوفير شيخ أثقل ما أرد ولي بصلاة كوع الصحوية ومرق صلاة الفجر وصلاة الصبح نبي عليه الصلاة والسلام ولي بقف كصلاة الصبح وكذا مع الجماعة وكنت كذا فكأنما قام الليل كلها بينك ونقف عباده تجنا قفك صلاة العشاء جماعة كنت كذا فكأنما قام نصف الليل هبينك بركز وتو كذي مركز صلاة الصبح وحول شيء تصلم رأينا في العصر مشاس تفضل إني هذا كذا عاو بلن هذا كور بري دولد واحد بلن كل هذا أيد إذا موني سديد الصبح نمو إله بان كل أرتي قرعة تعوم اللي أفرت على سيسم يعني وابن آدم ويا شيخ ولا شيخ نقود العيل لو كلا تو العقتي منطقة أنا يفهمك بحنيس مركز تاسو كلا سيح الميست نسي حنيس نمو حال حفظ صحيبك أدو قالي وإلى خلاصي وهل سرجوني وإن ذكي صانا صلاة الصبح مكان حيو إنه تي ما البقى شغيني مركب بوصاد مركب حيوري هبينك أشفت هبينك لا يهيري حتى حجيد هيجا بانجل يا بيه تلقفك كوسي حرتها ولا لي صانا قصي حن مركز صباح صباح إذا كان بيدو حيوري مركز صباح شقيست ويكن نبقى هيد ما أسكسي حذير صلاة الصبح وانت كذير وان دا عاد بيقول رمح صار أشعر كل يكوت منه حبيرو صلاة الصبح وانت كذير برغدي كسوكع كسوكع مركز سؤال اسوي دير ورنيه ومركز حاي هبير رسي حنيس مع القبل وحد قلي سي هيك غير كدن بل كور وحروكوش وحيدي هبيك صح شتاح صح شقيست والله عجيب صدح صح حد يحت أبطه تام بون صعد ما واقف دام بون واللح بون وعلى نيجا عاون هيك تعيد قلي صد بون إنه صوش قيست وحكوا صعد صدح صعد ضد جان صغير مرك إخوتي في العقيدة وحان ربا ورسالة دان سبحان الله هذو ما نتقف إحنا إله بقى كله وحان نقوني سام مجنت إله بتجلسه إله بكارها النقوني وعلامات خلوق قرتك من تقف كأنه مؤمن يها إله رمي هبينك وقت يا سحاني سهر وقت ورسيحه وحياة ما أنت المسلسل ده داود والبروغرام كحرن تهي وإله سبحانه وتعالى بلايك الكوقف كوقف ولن تهي وحوي بران خطة كل عيساوي صلاة الصبح هذا وقت كان أنجون وشنتي بركة مسعيد قال وشنتي ربي وان شنتو كلا أما شنت أفرت أنا شنتي مو وقت كحرة صوكع مو بالك هذا كوب بحسو إلهي مثلا استعيسه ولي إلهي وقفانا سبحان الله والله وحيله وقفانا كم تاني إلهي ما رأيك سونها إيه قعدون كي علاس بصرنا بصة صرنا ويسكسر رجي لحنتي لحنتي قبوي وأنت كسب بحي
وسوى سيستي أجيب لها وسوي استاجي الله هردا معان بدك تجرت لكن هردا كسي معان جنة كاه الرئيس الآن وحول البوت جنة للجليو على إن سلعة الله الغالية جنة الله هو غالي سهل ومهله محاوب أنت مرك صلاة الصبح ولا ليالو نفتي أنك بالله بيتينا نكون حجنيا بالله عليكم أنت إداوانا يسوع قوان ما أنت هوسك حريقه قبلنا الكلمة ضد بدن أو فرب بدن بس صلاة الصبح ضيعي وليبه هو يوم بدن حاجة يعني عرفت الأوريا صلاة وقع أرد دقوشنك أنت أصلا كيف أجلس صلاة الصبح وقف عن ما مو يقوين ودي ضد بارق على مقتل كمان صباحين هو يبه هو يدي كسي وين ته وكسر أمعة هردده يا أبو أبو كسي وين وعاجس أذن كورانيم اللي يرضو دعدي لو كلا يس أذن إني مسالك فران وأدبه يفتح لكن أو يشرب تجد فرو ما حد كيني وحال سلامي قبره أسر لو تام مسلي لكن لما هو ما يشرب عندك هو ماري دونتو ولا لو نهبة ويري وين هذا وين بارا لك عي مرك اللي يرد يدعوني سو قبل هذا اللي يرد أقولي فديو وما عرفت هو يمكن يرد بهم له كع صار هذا كع لو هاي يويرش لو هاي ورمال السوجي اللي بقول إذا هم كقول داري كورن مرك هالساعة تقدر لك هذا ذن هذا صوكع كور وعن كله كسي مرجع ويلف قاتي وكسر العودة البرنامج كأخي والله وحيلف قاتي إذا هم بعدين كقول داري كورن قف سوساك وسوكعي أنا ربي أسجودين الله أكبر وأنتو سوكعي لرجس كعلي ذي سكسو اللي بستي رجس كذا جيبه سكسو إلا إساك مسجد هاد وسكي قذي ما أنت عاو عشوا سقيا وهب وحكم مغن ماله لا إنه أرزاقيا إلهي سبحانه وتعالى نحوي هب وحكم مغن ماله بالله عليكم وحوي صلاة الآن صغر على وتجه ما صلاككم في سقر حيدهن قالوا لم نكن مكان مدهن صلاة الدغام بحجر مدهن لم نكن مصلين كو صلاة ولا قطعه وحوي والو نار تجا ولا بل قف كمركو صلاة قبل هاد سؤالين وسؤال هيد صلاة أو إجت ضعيفت ما لنا مر بكودي ويسا بريك هاد ضعيف ويسا ما أنتوا حتكون يسا ما لنا الله ظهور نمو يتوع تزوج حد ما تجيسا الصلاة على وقتها بالنبي عليه الصلاة صلاة إن وقت جيده أينو إلى لأنه بل حكوا سجوين هالحديث نبي في الله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من حديث أبو هريرة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة قف وحوره ما أنت قيامها لقى حسابين وصلاة إن صلح صلاته صلح سائر أعماله حديث صلاة سنة سنته عمل كونه ونسنانيا وإن فسدت صلاته فسد سائر أعماله عمل هذا لن وحكنا قلنا زيرو وحق عباده وان حق قضاء كهل منه صح. عباده وحيلا وقوه الرئيو يقفك لقى حسابين وصلاة وليه صلاة منك تكد ميزان كلا صاره إلى وحو الدين يا مركي صلاة كجمنتها مجرتها وحلسكونت يا مجر أنك بحي صوماليا دبقوا الله منايا ما موينك قرنا شكدا مركي سوبس وكسا مركي سوق الطيران ويايد قدرت حبط لو حبا لو قدرة هبلي وصوبس إلهي سوبس بحلي ورقفك أنا أصوبيه مجرتها سنوين مركو على غارة مركي دور قدرت لبرع كده بقيه مغربك الله بكره كده بقيه عشاء مرك آخرته كوكب مرك كاه لوضو إلهي صوبس كاي كوها بينيا لكن من قصة عجيبة وا من بقى ليش جالس سوماليا الله أكبر صلاة وقلب بي بس أوصار من بقى ليه هلا غريب كمان مرك قبل يربع صور ضحيت عن كيرة جابس وكذا أنا وين ترى ورك أوك دور كران أصل صلاة اللي كجرو هذا صلاتنا شيخ إلهنا أصل وصول الله وانا برامج جزاك الله خير شيخنا الفاضل شيخ احمد قيس المدي عثمان بن مريني نعم بي عادي انه حوله بدن كيني او كيني غزو تبوك نعم مرك غزو تبوك عثمان ماشي كسو قالي نعم قال بقول افاطر رتيب وصو استاجي هذا روحو كحجي لحدن فرس بود كدري كنا قعنت اوغلي الله كون كاسو ساسو كان كون كلو كاشنا نبي مرك دعو افكو فرت الله ما ضر عثمان مركز راح نكون صحابي ناس وحورته تعصوا منه الواحد وسط في عهد عثمان بن مارت أبو بكر أخت أبو بكر أيضا قصة عجيبة بعد عدل النبي قال أصلا أنت قصين سوف ربنا ين مسلمين تباهي بعد عدل أبهر بعد عدل تتكوا باهي عثمان تاجر بوها إله تسي مالك إله السين ماشي كوه بوردك وبيحي مركا ما أنت عصوا حالي بقول رتي أورهرن أو شام كتبت ومدينة كسعته ومركب له بحواء وعنتن وقتي على تشوقه وقتي على تشوقه صح وعنتن نوع البك كم غنين أي وح كسر حرتالي مقال المدينة ده كده مساجد ومدينة موتة مركب صاق على وح كذا مقال دولت كده كهور تجي نمك تجارتها وحال الشيء والبوت هل بنك مدو يروح كوس عليها هل صح وكو هل بنك مقدر إياه أما قارو حال لها شيء توم هذا توم وتد لا بتمك على ساسو كله نعم وكله بالله بيها متكلم الله حير هل كي وح كقدر إياه لبو إلا شل جارسي نو حيري وح كلام يسأل مايا مدان حيري شيء والبوم وتو تمن لابان هستاوير
حاليا ما انت رقم مدينه جوا اسفيريان حاليا دنين نقصارها ما هي نينك لو كما دير ذا والله وانا هيابير والدار بو قدره مركز هي سوشك من جاء بالحسنه فله عشر امثالها سبحان الله اله ما يها يوري لا والله العظيم وحيالها غريب كه او اله سبحانه وتعالى اد انك سوغ امانه صحابي كم تاه اد بنرجع له والله الهي اسوك انا غديو ثم والله صحابي كان جليل كولالكي امين مال وخي مركب كيو دن وخي يير وخان كو رجينا فقره المسلمين الله ماشي لو دودي هل يلو وخي اوغي امريكا المؤمنين ابو بكر خو يري ددك ما انت باهن ودا قيبي ددك ما انت باهن ودا قيبي حتى هلكاس وحاله قوسو غوري اثر يرو ابن عباس بن رياض اللي هذا عباس مركو رياض وخو كو رياضي نبي محمد عليه الصلاه والسلام نرقو خ بدن على عدو كبي وتو كاسي نبي الله وريبا نبي ودق دقي مركاسي ما أنت نينك يا عثمان أي إلهي سبحان إلهي حب بهنو لكن إلهي وكفر حي وحوقفر حي سبحان الله وحولب حي يا إلهي سبحانه وكفر حي لأن وحي ما أنت وحوله إنه ما له وما له تاجر من غلها ما أنت وما العقل فل هوي لكن إلهي درتي وحي هاي بنان كود دقي مركو حويري وحكو عرر يا ويري إلهي سبحانه على بدلك وبحصدي قبل حور عين أقول بدله مركو حور عينتي عروس كيسان كقب قلي والريو تصرياس وناسن بقول ونهل دونا بإذن الله تعالى ما أنت لقتنيه ولقاويه وحيالها الوحص صدقاتك إنفاقي سيكمل هاي ولالك يو بئر روما عيل ما تكون مدينة ملك لصوق علي لا تكون أبا هنا عيل لا عقف ربضا لما هينين عيل وحاجة لملك أنا بيسو علشو مجموعة أنا عين ملك عيل وحاجة لبيه معانا صحابة وش العقل ما يستو عيل كوالا تقى بيه هو معان نبي وحي يمد نينكي عليه الصلاه والسلام نينكي بير عيالك اسك لها يقول ما يمين ما ارتي تبيعها ما كون بدلنسا بعين في الجنه ال جنات ما كون بدلنسا نينكي وجعل يحي لكن هذا البويري رسولك لها يها لكن وحك له هيست بيلك عرض مشان كسو صار ابو يري نبي مره ما يقف دسك كليه كو ادكيه اسك داي اسلام مركي هذا الكي وحم انا وحي مره ورى عيال كان يبني او الجنه الله يغو بدلا عثمان با عرري عيالك هو عيل وين ولي بقرش بدن وقال لك ان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان صحابي كان جليل كاه الهي سبحانه وتعالى هالظهيره ومركب السميه وحياله غريب كاه ومعرفه الوسع استكمل ايه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جالس كفايست جالس كبو كفايست انت النبي ويقول حكي رسولك الله سؤال ابو دين كان ها كورم بعيلك انا لو وريو ايش جنده صح مهليه مهليه نعم بو النبي قال لي صح لعقته كنت قنا صد يشنكون او درهم والعقد ملكها جرت وصدنا شنكون وحما انت قلت انت صدنا شنكون باون صدنا شنكون دولار صدنا شنكون العقد اما كبا بضنبا كبا بضنبا وقت قا جوكت ايو اتري كاش مركاس يروا فري فاق وقفوي مركاس صحابة دعية نيكا ديخسي واها وحسكو دار سنالي تاجر نمو ايا ديخسي نمو الى بقى عانت اقلي يقع عن فرنان ابن آدم كو مركو لنتو وحيالك على علامتك انا دغد ام لو دقاي دمن دغد لو دقاي خوتو دغمني وحيالك على علامتك انا ابنك مركو دنت وحو دهرتو مكل سوعليو وحو دها اله يو حدا لا بخيا فاصدق اكون من الصالحين لو حدا لا بخيا لماذا او يراد حاليا مركو قفكو دنتو ما دهو اله ديبا لي عيل صلاه ما سوتو كنيا واسو سومايا لان وحاليا صدقاداس ولا بخي جيبك وحو اوغي هي بنكي سي خو جيري وحو ليه بنكي لعاد كو جيتو ما انت ودا بخي بنجي حكو جيرود بخي لعقتي اد كوسوتبعيس اد كوسو ديمتي اي كوسو داداشي وخا لاغي غبدها اني كتمش كلاميدو كو اادان الله الما هذا يخمريه كوسو عبان الهنا كما نغما دغاي اما وخ مارت انتو كدي الله اسوعليه مركا لكن لعقتاس وحكو في عنتها ان اد مال في عنكو بعيس مالك هذا مكا بخينيسنا نعم صدح ميل 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 لا بعيس الما هنا العق عن مرين اي دينتي الله سبحانه وتعالى كسوغنادي وقتك ما عرفت صح جزاك الله خير خير الجزاء شيخ احمد محمد الله سبحانه وتعالى ميزانك حسناته وقدره ولا ليال عاوى برنامج كيني برا صحابه انت سعي نوغو الا هذا نوغو سو غبا غوباي وحنو ما علني الله سبحانه وتعالى وقتك نسيي وحنو ما حد علني فضيله الشيخ احمد محمد شيخ احمد قحتور ويلا فديي برنامج كاني لو ودي وحنو ما علني بهذا انجنيرها كلسن تي في عداوه ان وحنو ما حد علني كريتور ولا ليه نصاوعي كوينا داوناي غريوهود جوغي وحن ان شاء الله ويقا دنبه اينو غلينا برنامج كان كدوان او اه ان عيدكي يو ان شاء الله ان برنامج لحريره انت برنامج كان سوي مدونا حد سو سقطه وحايده كغتا غيا توفيق الله وحن اد ليه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.